وسط فوضى لا تطاق يشق رشيد عزيزي طريقه للاطمئنان على الجدة والأخت وابنتها والجيران كذلك. بعد انهيار المنزل الأول والثاني والثالث هنا بعرسة بن سلام، رغم الأمطار التي لم تتوقف عن التهاطل إلا أن الكل تجند لإنقاذ الأرواح، شباب الحي وفرق التدخل. ملي جيت قالوا لي راه الرعدة الأولى ضربت مع السبعة ونص طاحوا فيها ثلاثة ديور، جاب الله اللي كانوا في السطح، اللي كانوا في السطح جوج تعتقوا واحد، أما اللي في برومير كلهم بقاو لتحت، راجل جوج عيالات في عمرهم في 70 عام 75 عام وراجل في عمره 50 عام، عتقوا دابا المرة الكبيرة اللي تتخدم مع الوالدة تتعاونها. لكن ما نسجله هنا أن تدفقات المواطنين على الموقع أعاقت عملية الإنقاذ إلى درجة يصعب معها التفريق بين أنقاض المنازل المنهارة وبقايا البناء. وسط هذه الفوضى غادرنا المكان لنتجه نحو مستشفى مولاي يوسف حيث يوجد الجرحى الخمسة من بينهم فاطمة اللويزي. حسيت بحجرة طاحت قدك وحط الطرد ديال السيمة شوية شان سمعت الطرد، قلت لها الحاجة نوضي نمشيو تسيري عند بنتك ونمشي عند ولادي، راه الدار راه البيت كيطردق. طاحت عليا انا هكا بعدا واحد الضاله كبيره والتريه وبقات واحد الطقيبه باش كنشم الهواء. عوده الى عرسة بن سلامه، هنا كللت عمليه البحث بانقاذ احد الجيران نجا من موت محق. بعد ذلك ركزت فرق الانقاذ جهودها من اجل انتشال سيده عجوز تبلغ من العمر 75 سنه، لكن لسوء الحظ عثروا عليها جثه هامده. كان ذلك في حدود الساعة الثانية صباحا وخمس دقائق، ومع طلوع الشمس هذا الصباح تم انتشال جثة رجل خمسيني، وبذلك يصل عدد الضحايا إلى قتيلين وخمسة جرحى. وهاد الديور هادو كي تعرفوا ثلاثة ديال الديور اللي طاحوا فيهم تقريبا 14 ديال العائلات، 12 عائلة غادروا وجوج العائلات اللي ما مشاوش ما بغاوش يخرجوا، بالرغم أنهم توصلوا كلهم توصلوا بالقرارات ديال المنع ديالهم، راهم توصلوا بهم وكلهم عندهم عروض، حتى جوج عائلات اللي بقاو هنا اللي ربعوا لهم الديور راه عندهم عروض حاليا. مسلسل طويل عرفه ملف المحج الملكي من السكان من غادر هذه المنازل، بينما البعض الآخر يحتج بطريقته الخاصة من أجل إسماع صوته. ملي درت القرعة ضربوني بعشرين مليون ونص، أنا بزاف عليا وعندي خمسة الأولاد والراجل بارك من الخدمة ومحصية في 89 وحقي مازال ما بغاش يبان نهائيا. من هذا المنبر أنا أوجه رسالتي الى السيد وكيل العام الملك باش يتم تفعيل تلك القرارات ديال الترحال وايجاد حلول لهاد الناس هادو، اعاده الايواء ديالهم والاسكان ديالهم وفق مع مراعاه الظروف الاجتماعيه ديالهم، لان ما يمكنش كل سنه في كل شتاء نرى ارواحا بهذا الشكل. وحتى المواطن خصو يتفهم ان راه لبقى معرض راسو للخطر، راه ما يوجدش الحل. في ظل هذه الانهيارات المتتاليه بسبب هشاشه البناء والتساقط المطرية يطالب السكان بإيجاد حلول جذرية وعاجلة، خاصة وأن هذا الملف عمر لأزيد من 25 سنة.